ايوه كلامك صحيح، انا بدأت اهو. تمام. كويس، برافو عليك انك نبهت. طبعا انا بقى دكتور بعد اذنك، اتفضل. معلش كويز وان تاني لان النت كان ضعيف جامد، ما كنتش سامع حضرتك. اللي ما حضرش كويز وان انا هعمله، هعلن لكم في الاسبوع القادم او كده، هم فاوله هقول هنعمله امتى وهنتمرن عليه. هديكم امتحان، تمام، هديكم كويس صغير قوي قبل كده تجريبي يعني، وبعدين تيجوا داخلين فيه على طول يعني في فاصل دقايق يعني. تمام، شكرا لكم. طيب اللي انا كده، واحنا اتكلمنا على المشروع خلاص اتفقنا يعني، انا عايز باي ماندي تكون بروجكت تايتل اند بروجكت سامري اند بروجكت تيم تبقى ابلودد للمهندس مصطفى والمهندس هاشم، علشان نبدا مع بعض كده كل اسبوع بعد كده نعمل بروجرس ريبورت، ويبقى الشغل بتاعنا ماشي بطريقه سيستماتيك، وربنا يعديه على خير ان شاء الله. دكتور بعد اذنك يا دكتور، اتفضل. انا لسه داخل فما سمعتش حضرتك بتتكلم عن المشروع، ممكن تتكلم باختصار عنه على طول ولا ابقى اشوف انا الفيديو؟ لا يبقى اشوف الفيديو بقى، ولو في حاجه بقى اكلمك فيها تاني. ماشي يا دكتور. طيب لو زوم قطع معايا خليكم مكملين، لان هنعمل سيشن تاني يعني فاصل دقايق كده عبال سايف الفايل وارفع اللينك الجديد، فخليني نبدأ بقى دلوقتي إن شاء الله. طيب إحنا برضو علشان نشوف إحنا فين، إحنا الكورس بتاعنا ديجيتال سيجنال بروسيسنج. إحنا أخذنا في الأول في الديجيتال سيجنال بروسيسنج اتكلمنا على الأدفانتج بتاعت الديجيتال سيجنال أوفر الأنالوج سيجنال، وقلنا إن الميزة الأساسية بتاعت الديجيتال سيجنال إن هي بتكون فيها بروسيسور وفيها سوفت وير، عشان كده بيبقى الـ بتديني امكانيات اعلى بكتير من الانالوج سيجنال. بعد كده دخلنا قلنا عمليه الانالوج تو ديجيتال كونفرجن بتمر بثلاث مراحل، وعرفنا المراحل بتاعه الانالوج تو ديجيتال كونفرتر اللي بيحصل فيها السامبلينج، وقلنا ان السامبلينج كونديشن بتاع الانالوج سيجنال ان يكون السامبلينج فريكوانسي ضعف الباند ويدث بتاع الايه السيجنال، عشان اضمن ان الداتا بتاعتي تطلع بمعدل بسامبلينج ريت لا هو عالي ولا هو منخفض. وشفنا مزايا السامبلينج وشفنا العيوب بتاعت السامبلينج المنخفض وشفنا عيوب السامبلينج العالي. بعد كده اتكلمنا على لو بعض البروسيس اللي بناخدها على السيجنال، وشفنا ازاي بعمل اوفر سامبلينج وبعمل داون سامبلينج للسيجنال بتاعتي، وعرفنا بعد كده هو ليه انا بنقل السيجنال بتاعتي في الفريكوانسي دومين، وقلنا ان حاجه اساسيه ليا اللي هي الفورير ترانسفورم، والفورير ترانسفورم ده هو الوسيله بتاعتي ان انا ابص على السيجنال بتاعتي في الفريكوانسي دومين، والفريكوانسي دومين هو الوجه الاخر بتاع التايم دومين. يعني انا السيجنال موجوده في التايم دومين، الفيرجن بتاعتها في الفريكوانسي دومين بتدينا بيانات محدده وبيانات واضحه وبيانات اقدر اعمل عليها ابلكيشن كتير، واتكلمنا على الموضوع بتاعنا بتاع الابلكيشن بتاعتنا، وشفنا زي ما قلت لكم ان احنا بنجيب الفورير ترانسفورم وبعد كده بنجيب الفورير سبيكترم، واتكلمنا على بعض التطبيقات اللي بنحتاجها، زي ما اتكلمنا مثلا على تطبيقات ميكانيكيه زي عربيه ماشيه وفيها فايبريشن، فبنسجل الفايبريشن اللي في العربيه وبنعمل لها الفورير ترانسفورم، وبشوف الفايبريشن ليفل عند اني سبكترال كومبوننت،
وابدا اعمل الدمبر اللي هو يشيل الفريكوانسي كومبوننت ده هي او يشيل مجموعه الفريكوانسي كومبوننت اللي انا عايز اشيلها. انا بحب اديكم التطبيقات دي علشان تستشعر قيمه التول اللي انت واخدتها. ما فيش حاجه بتتم في علم من علوم الهندسه من غير ما بيتعمل لها فريكوانسي دومين اناليسيس، ايفن في ستراكشر، ايفن في مدني، في كل التطبيقات لازم بتشوف الفريكوانسي دومين بتاع التطبيق بتاعك. بعد ما عرفنا الحكايه ديت رحنا بعد كده للزي ترانسفورم، واحنا خدنا الزي ترانسفورم برضو افكركم بيه كوسيله لعمليه الريبرزنتيشن بتاع الديسكريت سيجنال، لان انا الديسكريت سيجنالز بتبقى سامبلينج جنب بعضيها، ولازم تبقى عندي وسيله ان انا اعمل لها ريبرزنتيشن وان انا اعمل لها اناليسيز واشوف البيهيفير بتاع السيجنال بتاعتي. واخدنا عرفنا ازاي بنحط السيجنال بتاعتي اعبر عنها بالزي ترانسفورم، وبعدين عرفنا ازاي نرجع السيجنال تاني للديسكريت تايم دومين بطريقتين اللي هي البارشال فراكشن واللونج ديفيجن. وقلت لكم لما تيجي ترجع السيجنال للتايم دومين انت حضرتك بتبص على السيجنال بتاعتك، لو لقيتها تقدر تعملها بالبارشال فراكشن ان هي اقواس في المقام يبقى جو اهيد واعملها بالاقواس بتاعتها، اعملها بالبارشال فراكشن. لو ما قدرتش يبقى انت هتشتغل باللونج ديفيجن. بعد كده هو انتقلنا خدنا الفلترز واتكلمنا على انواع معينه من الفلترز، وشفنا ان احنا عندنا نوعين اساسيين من الفلتر اللي هي نون ريكيرسيف فلتر والريكيرسيف فلتر. وقلنا النون ريكيرسيف ان الاوتبوت بيعتمد على الانبوت فقط، وفي الريكيرسيف الاوتبوت بيعتمد على الانبوت وبيكون فيه فيدباك كمان من الاوتبوت. وشفنا وخدتوا اساينمنت كمان، شفنا ازاي بنعمل افريج ويتد افريج على ويندو 2 سامبل وعلى ويندو 3 سامبل، وقلنا كل ما كبرنا الويندو كل ما السموثينج او التاثير بتاع الفلتر كان تاثيره عالي على النويز ويعمل نويز ميتيجيشن اكتر. بس طبعا لما بكبر الويندو كتير بيديني الميزه دي، بس طبعا بيخلي القيمه بتاعه السيجنال تبعد عن القيمه الاصليه بتاعتها. يعني فهنا بتبقى برضو دي ادفانتج، وفي نفس الوقت بتبقى ليها بعض العيوب بتاعتها. عرفنا ان الافرج فلتر دي نوع من انواع اللو باس فلتر، و اتكلمنا برضو على الديفرنس فلتر اللي هي نوع من انواع الهاي باس فلتر، لان الديفرنس فلتر بدور على الفاريشن بين كل سامبل وسامبل، وهي دي اللي انا بستهدفها. فالفاريشن دايما بتبقى ناتجه من الهاير فريكوانسيز، عشان كده الديفرنس فلتر بتبقى هاي باس فلتر. عرفنا ازاي بنجيب الاوردر بتاع الفلتر بتاعتي اللي هو اعلى تايم ديلي بيبقى موجود عندي، وعرفنا ازاي اعبر عن الفلتر بدياجرام. اي سيستم، اي لينير انفيرينت سيستم يبقى موجود قدامي، اقدر من الايكويشن بتاعته ارسم الدياجرام بتاعه، او لو معايا الدياجرام احط الايه اعبر عنه بايكويشن. واخدنا اساينمنت للكلام ده. انا بس بعمل يعني ايه اوفر فيو ريفريشمنت معاكم علشان اخليكم عايشين في الدي اس بي. انا عارف انكم بتاخدوا كورسات كتيره اونلاين، فعايز استقطبك شويه جوه الدي اس بي. بعد كده هون اخدنا نفس الفلترز اللي اخدناها في الديسكريت تايم،
خدنا وسيلتين للإمبلمنتيشن بتاعتها اللي هي الكونفوليوشن فلتر، ان احنا ازاي نعمل موفينج افريج فلتر بالجرافيكس، وازاي اعملها بالكونفوليوشن تيبل. وشفنا ازاي لما ببقى عارف الامبلس ريسبونس بتاعت السيستم بتاعي او بتاعت الفلتر، من الفاينايت امبلس ريسبونس دي اقدر اجيب الريسبونس بتاع الفلتر لاي انبوت تاني. واخدنا مجموعه امثله ازاي بدلاله الامبلس ريسبونس بتاعت الفلتر اجيب الريسبونس لاي انبوت باستخدام الكونفوليوشن تيبل او باستخدام الجرافيكس. ده كان اوفر فيو سريع على اللي احنا اخدناه. طيب ايه النهارده بقى؟ النهارده احنا هننقل على النيورال سيجنال بروسيسنج. ايه النيورال سيجنال بروسيسنج؟ انتوا مهندسين ميكاترونكس، وجزء كبير من الميكاترونكس بيكون فيه انتليجنت، لان الروبوت هو نموذج واضح للايه، للانتليجنت سيستم. فانا الحقيقه عايز انتهز الفرصه دهيا واديكم النورال دي سي بي، مش بتفصيل بس اللي هديه لكم مفيد جدا جدا، لان اللي بعد كده عايز يدخل بتفاصيل اكتر هيكون فهمها صح من اللي انا هديه لكم ده. لان الحقيقه ناس كتير من اللي بتشتغل في التطبيقات الارتفيشال انتليجنس وفي النورال بروسيسنج ما بيبقاش فاهم البيسكس، وبيبدا يدخل في ديتيلز بالظبط كده، هو زي ما يكون واحد ما معهوش خريطه ورايح في اتجاه السويس وبيقول انا رايح في اتجاه القاهره. فاللي انا عايز اعمله النهارده ان انا هديكم الانتليجنت سيجنال بروسيسنج باستخدام النورال نتورك، وهنشوف البيسكس بتاعت استخدام النورال نتورك. وانا متاكد ان هي هتكون يعني ايه، هتحوز القبول بتاعكم. طيب نبدا بقى. احنا هنتكلم على introduction to neural digital signal processing. طيب ايه بقى ايه الفرق بين الكمبيوتر وبين النيورال بروسيسنج؟ في فروق او يعني ليه يعني بنتكلم على الارتفيشال انتليجنس؟ طبعا النيورال نتورك برانش كبير جدا من الارتفيشال انتليجنس، يعني تمثل جزء قوي كبير من الارتفيشال انتليجنس. انت جوه التخصص بتاعك اللي هو اساسه الكمبيوتر والكنترول، ما فيش روبوت بيشتغل من غير اتنين كاميرا او ومجموعه سنسور، فلازم عندك الفيجن كمبيوتر فيجن وعندك السنسور داتا. كونك تجيب سنسور وتجيب كاميرا وتاخد صوره او تاخد داتا من السنسور، ده اول ليفل. لكن ازاي تستفيد من الداتا دي، هو ده الشغل الايه اللي فيه درجه صعوبه عاليه، واللي التراديشنال والطرق النمطيه كانت بتعاني من مشاكل منه. عشان كده ظهر العلم بتاع الكمبيوتر فيجن والارتفيشال انتليجنس والنيورال نتورك. من الامثله المباشره اللي انتوا كلكم عارفينها اللي هو الريكوجنيشن، الفيس ريكوجنيشن. الفيس ريكوجنيشن كده بالمفتوح بدون النيورال نتورك وبدون الكمبيوتر فيجن كان لا يمكن يتعمل فيس ريكوجنيشن، لان عمليه الريكوجنيشن عايزه فيتشر دقيقه، وعايزه كلاسيفاير يعرفها ويميز بينها بشكل جيد، والادوات دي الاستاتستكس ما بتقدرش تعملها.
فعشان كده بيتم اللجوء للنورال نتورك. طيب السؤال بقى، طب هي النورال نتورك هي ايه؟ النورال نتورك هي تول بنستخدمها لحل الكومبليكيتد بروبلم. يعني ايه نماذج الكومبليكيتد بروبلم؟ زي الباترن ريكوجنيشن، زي الفيس ريكوجنيشن، زي مثلا عندك سيستم فيه عدد كبير من الانون اكتر من عدد الايكويشن، فانت مش عارف تجيب الانونز لان الانونز اكتر من الايكويشن. يبدا النورال بروسيسنج بالادوات بتاعته يدينا سوليوشن لهذا السيستم ويعمل له ريبريزنتيشن. فاحنا هنشوف لما هنمشي مع بعض واحده واحده هنعرف المزايا بتاعه النيورال سيجنال بروسيسنج. طبعا الباترن ريكوجنيشن، الفيس ريكوجنيشن، الناتشورال لانجويج بروسيسنج، ان الكمبيوتر يسمع الكلام اللي احنا بنقوله ويستوعبه ويدي رد الفعل المناسب لهذا الكلام. طبعا المرحله دي مرحله كبيره جدا، لان بتبدا انه بياخد الصوره او الصوت وبيعمل لها اناليسيس وبيعمل لها انتربريتيشن، فهم ليها، وبعدين بيبدا يعمل رد الفعل بتاعها او الديسيجن. الديسيجن ممكن يقول مين اللي قدامي ده يعرفه، او ممكن يقول الجمله دي معناها ايه يفهمها ويتصرف على ضوء اللي هو فهمه. فدي درجات من البروسيسنج، الوسائل ادوات اللي ليها افكتيفنس فيها هي ادوات الارتفيشال انتليجنس. الادوات النمطيه مطلوبه وبنستفيد بيها، لكن جوه كاداه مساعده جوه الارتفيشال جوه النورال بروسيسنج. برضو علشان تبقى عارفين، النورال بروسيسنج الاساس بتاعه بنشوف البيولوجيكال برين بيشتغل ازاي، وعلى قدر المعلومات المتاحه عن البيولوجيكال برين بننقل الفيتشرز اللي اتفهمت ننقلها للماشين، والماشين تبدا تشتغل بادوات مماثله للبيولوجيكال برين. طبعا البيولوجيكال برين ده هو سيستم ايديال نموذجي، مش كل حاجة معروفة عنه، لكن في حاجات كتيرة اتعرفت وتفاصيل كتيرة اتعرفت وتم الاستفادة منها، وديكم شفتوا تطبيقات كتيرة للارتفيشال انتليجنس، وشفتوا قد ايه علوم الروبوتكس اتقدمت كتير في الفترة اللي فاتت دي. طبعا من النقط الحكمة في الموضوع ده حاجتين بصراحة لازم يبقى واضحين عندكم: الميموري بتاعتنا بتشتغل ازاي، والليرنينج بيتم ازاي، يعني احنا بنتعلم ازاي. يعني كلمة انتليجنس مربوطة بليرنينج ميكانيزم. ونقطة تانية يعني قوية جدا اللي هي البيولوجيكال ميموري. احنا عندنا الميموري بتاعت الكمبيوتر بتاعتنا ادريسابل، يعني الداتا بتتحط في الميموري في لوكيشن، كل لوكيشن ليه ادريس، والاريثماتيك يونت بتاخد الفاريبل من الادريس ده وتجيب الفاريبل الثاني من الادريس الاخر، وتيجي عامله سميشن وتاخد الريزلت تحطها في الادرس الثالث. فزي ما انتوا الميكانيزم وانتوا عارفين وخدتوا مايكرو بروسيسور كلها تعامل مع ادريسز وريجسترز في الكمبيوتر. لكن هل احنا الميموري بتاعتنا بتشتغل بادريسبل ميموري زي الكمبيوتر؟ لا. البيانات المعروفة عن البيولوجيكال برين ان هي associative memory. associative يعني ايه؟
يعني مثلا حضرتك بتبقى ليك اصدقاء، بتبقى انت عارف وشه، طب ايه اللي انت وعارف عارفه بتقدر الفيتشر بتاعت الوش والفيتشر بتاع الجسم والنمط بتاعته وهو ماشي، بتقدر تشوف واحد من بعيد خالص وتقول ده علي هو اللي جاي ده. طب انت عرفته ازاي وانت ما انت شايف اي حاجة غير البيانات اللي انت شايفها من بعيد، اللي هو بيانات شكله، البيانات البعيدة دي. فهنا دي الميموري بتاعتنا بتبقى سوشتي، بيربط كل البيانات ببعضها بالشخص ده، يعني الفيتشر بتاعت العينين والفيتشر بتاعت الشعر والفيتشر بتاعت الوجه والاسلوب اللي هو ماشي، هل هو بيمشي بسرعة بيمشي ببطء، هل هو الدايمنشن بتاعت الجسم بتاعه، كل الكلام ده كله، علاقات دي كلها، الريليشنز دي كلها بترتبط مع بعض. واول ما بيتوفر جزء منها الاسوشيتيف ميموري بتستدعي بقيه الاجزاء. يعني انت ممكن ما بتبقاش شايف وشه، وش زميلك من بعيد، لكن بالبيانات بتاعت طريقه المشي بتاعته الاسوشيتيف ميموري بتاعتك بتستدعي ان ده علي، ومجرد ما بتستدعي ان ده علي خلاص يبقى وشه وكل حاجه بيعملها علي بيحصل لها ريتري. انا البتاع الزوم هيبدا يقفل، فلو قفل خليكم معايا علشان هنبدا ايه سيشن تاني. طيب خلينا نكمل كده لغايه ما تقفل ونبدا السيشن اللي بعد كده. طيب ايه بقى البيولوجيكال برين بيشتغل ازاي؟ البيولوجيكال برين بتبقى مجموعة بروسيسورز بنسميها نورونز. طبعا احنا هنقول بس حاجات سريعة كده علشان ايه نخش على نفس الروم، مش لازم روم جديد. نعم نخش على نفس اللينك، مش لازم لينك جديد. ادخل دلوقتي بلينك جديد يعني ولا عشان لا قصدي يعني حضرتك لما ده يفصل نخش على نفس اللينك، ما نعملش لينك جديد يعني. حضرتك خش على نفس الروم واحنا نخش على نفس الروم دي من لينك اللي حضرتك يعني. ايوه يا اشرف بيعمل كده. طيب طيب طب خليني بس زي الاسبوع اللي فات خليني انا اعملها وخلاص يعني ماشي ان شاء الله تمشي. طيب احنا عندنا اهون البيولوجيكال برين. طبعا انت نمره واحد الكمبيوتر بيشتغل سيكوينشال بروسيسنج، لان في بروسيسور والبروسيسور ليه كوماند ليست وبينفذ الكوماند الاولاني وبعدين الثاني، كل البروسيس بيشتغل ايه سيكوينشال. لكن طبعا في تطبيقات نقدر نعمل بارل بروسيسنج زي ال اللي هي البروجرامبل جيت بروسيسنج، اللي هي الاف بي جي الفيلد بروجرامبل اريز، بس ده ما بتبقاش بروسيسور، احنا بنتكلم على الكمبيوتر. الكمبيوتر ما دام ليه بروسيسور فالبروسيسور بتاع بيبقى ليه مجموعه الكوماند بتاعته وبيشتغل عليها سيكوينشال، لكن البيولوجيكال برين بيشتغل بارالل وديستريبيوتد عدد كبير من البروسيسور، وكل بروسيسور بيشتغل اللي هو النيورون ويدي نتيجة البروسيسور بالبروسيسنج بتاعته من خلال أكسون بيديها للبروسيسور الثاني، والبروسيسور اللي بعد كده النيورون الثاني بيعمل ليفل أعلى من البروسيسنج من الأولاني. يبقى إذا أنا عندي مجموعة من البروسيسور بتشتغل على التوازي وبتشتغل بشكل ديستريبيوتيف، والناس بتوع السايكولوجي والبيولوجيكال ساينس ادونا معلومات كتيرة عن البيولوجيكال برين. طيب احنا بقى عايزين ناخد البيانات اللي هي توفرت دي ونستفيد بيها ونعمل عمليات زي
الايه زي البيولوجيكال بلين. يبقى انا الاساس بتاعي ان احنا بنشتغل بارلل وديستريبيوتد واكتر من ايه من بروسيسور. وبما ان فيه نورون بيدي المجموعة نورونز يبقى بيشتغلوا على ايه لايرز. يعني في النورون الاولانية بتاخد من السنسور اللي هي العين، والعين ده مجرد زي الكاميرا، والايد زي اي سنسور. الداتا دي بتروح للبرين، البرين بقى بيبدا النورون تشتغل على الداتا اللي بتجيله من السنسور ويبدا يشتغل عليها. كل النورونز بتشتغل على التوازي وديستريبيوتد وعلى شكل لايرز، كل لاير بتدي ليفل اعلى من البروسيسنج عن اللاير اللي قبلها. يبقى احنا برضو اكد تاني بنشتغل parallel distributed processing. طيب نشوف كده، احنا عندنا اهو حاجة بسيطة خالص اهي. اللي هي يديني ادي مجموعة neurons شغالين parallel وdistributed، وفيه الانبوت بيجي للنورون دهيا. كل نورون بيدخل له انبوت، وزي ما بيحصل في البيولوجيكال برين كل نورون متجمعين في لير، وبعدين اللير دي الخارج بتاع النورونز بتاعتها يدي للنورون اللي في اللير اللي بعدها. ف ادي نهاية اللير الاولانية فيه نورون تانية هون بياخد الانبوت للنورونز دي ويضربها في حاجة اسمها سينابتك كونكشن او ويتس، ويدخلها على اللير اللي قبلها واللير اللي عز اللير اللي بعدها. اللير اللي بعدها بقى ايه بتبدأ تعمل لهم سميشن وتبدأ تحط عليهم كونديشن. لو هما اكبر من ثريشولد او اقل من الثريشولد ده، وتبدا تديني فايرنج. اللاير دي ده نورون واحد في اللاير التاني، بس فيه نورونز كتير زيه، وكل نورون في اللاير التانيه ده هي النورون اللي في الانبوت لاير بتديله برضه. يعني زي ما بيدوا للنورون ده بيدوا لبيت النورون. هنشوف الكلام ده هو في السلايدز اللي جايه بعد كده. يبقى انا عندي كده الاوتبوت بتاعنا هو. يبقى ايه اللي حاصل لغايه دلوقتي؟ ده نموذج صغير خالص لنورون او النيورال نتورك فيها انبوت لاير واوتبوت لاير، يعني فيها اتنين لاير، والاوتبوت لاير فيها ايه فيها نورون واحد بس. طبعا ده ما بيحصلش في الايه في البيولوجيكال برين، لكن احنا عشان نفهم بنبدا بكده. يعني فالنورون اللي في الاوتبوت لاير ده بياخد الداتا اللي جايه له من الانبوت لاير، وكل داتا بتنضرب في ويت معين اللي هو الدبليو اس دي، وبعدين تتجمع ويتعمل عليها بروسيس معينه. البروسيس دي ممكن تكون ثريشولد او ممكن تكون سيجمويد، هنشوف الايه التفاصيل بتاعتها. وبعدين بيديني الاوتبوت. طبعا في الطبيعه الاوتبوت دهوت من النورون ده بيدخل للاير تانية من النورونز تعمل عليه بروسيس، وهكذا لغاية ما توصل للهدف النهائي بتاعها اللي هو الديسيجن. والديسيجن بيجي البرين واخده ومديه ليه للإيد بتاعت حضرتك. مثلا الديسيجن حرك الكرسي ده، تيجي الإيد واخد الكوماند ده وتبدأ تحرك الإيه الكرسي بيزد على الإيه الانبوت اللي كان هنا. انا عايز اخد مثال كده
علشان نشوف الايه النورون دي بتشتغل ازاي، علشان انا عارف ان كل واحد دلوقتي 50 60 سؤال ولا 100,000 سؤال عايزين تسألوها لي. فانا هبدأ بسولفد اكزامبل وبعدين نبدأ نتحرك واحدة واحدة برضو، وهنفهم ان شاء الله النهاردة النور النتورك بتشتغل ازاي. من اشهر النور النتورك او اول واحدة ظهرت كان اسمها البيرسبترون، والبيرسبترون دي كانت اول اختبار ليها